في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع العراقي بشكل عام من مشكلات على مختلف الأصعدة، تعاني المرأة العراقية على وجه الخصوص بسبب السياسات الكارثية التي شهدها العراق على مدى سنوات. وكالمعتاد ومع إحياء العالم لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يحاول السياسيون في العراق أن يتسلقوا سلم الأزمات مع كل مناسبة ويصدروا أنفسهم كمنقذين ومصلحين عبر بضع تغريدات هنا وهناك في محاولة للتنصل من المسؤولية. ناشطون طالبوا رئيسي جمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي بترك ما سموها بالمزايدات الإعلامية ورفع الظلم عن المرأة العراقية التي قتل شركاؤهم من الأحزاب وميليشياتها زوجها وغيبوا ابنها أو دفنوه حيا تحت التراب، فيما اضطرت بعضهن لبيع منازلهن لتدفعن تكاليف زيارة ذويهن في السجون السرية والعلنية، كما وأجبرت الأخريات على العيش في مخيمات النزوح تحت زمهرير الشتاء ولهيب الصيف من قبل من ينادي الآن بإنهاء العنف ضد المرأة. دعوات إنهاء كشفت زيفها النائبة ريزان الشيخ دلير التي أكدت وجود كتل سياسية تعمل ضد إقرار قانون العنف الأسري. عشرات آلاف النساء نزلن كرها إلى سوق العمل لتأمين متطلبات عائلاتهن بعد أن فقدت الكثيرات منهن المعيل بسبب العملية العسكرية وعمليات القتل الممنهجة، فضلا عن الاعتقال والتغييب القسري. أما حالات الطلاق وبعد أن كان المجتمع العراقي يرفضها رفضا قاطعا بسبب التقاليد والأعراف، ازدادت بشكل كبير مؤخرا بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. معاناة المطلقات والأرامل تفاقمت أيضا بشكل كبير خلال السنين الماضية، لا سيما مع تفشي وباء كورونا وتوقف أعمال الكثير من النساء العاملات أو المسؤولين عن إعالتهن، ما جعلهن يواجهن الفقر والعواز والحرمان في ظل غياب رعاية الدولة. أما الدور النسوي في ثورة تشرين فعلى الرغم من أنه كان من الأدوار المؤثرة في دعم التظاهرات واستمرارها، إلا أن ما حدث لنساء الثورة من عملية قتل وخطف وترهيب وملاحقة على يد القوات الأمنية وميليشياتها قدم دليلاً آخر على كيفية تعامل الحكومة مع ملف العنف ضد النساء في العراق.